جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والازدهار